السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. محاضرة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن إزاي نقدر نعمل كولابوريشن كوميونيكيشن وريموت وركينج باستخدام تكنولوجيا البيم والكلاود سوليوشن. محاضرة النهاردة برعاية بيم أريبيا، هكون مع حضراتكم محمد بدوي سينيور أركيتكت، حصل على شهادة بي إم بي وليد جي إيه أوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال أوتوديسك سيرتيفايد انستراكتور. نتكلم النهاردة بشكل سريع عن مفهوم البيم، بيم كونسبت والكلاود بينيفيتس. ايه هي الكلاود، ايه مكوناتها، ازاي اقدر استفيد منها. اوتوديسك كونستراكشن كلاود، ايه هي الكونستراكشن كلاود الخاصة بشركة اوتوديسك وبتتكون من ايه وايه مميزاتها وازاي هنقدر نستفيد منها. هنتكلم على بيم 360 وبلان جريد وفيلد واير. في البداية هنتكلم سريعا عن الـ Current Industry Practice، السياسات المتبعة أو طريقة العمل في صناعة التشييد الحالية. معظم الشركات للأسف حتى الآن بتشتغل بطريقة تقليدية شوية، وهي إن كل طرف من أطراف المشروع سواء المالك أو الاستشاري أو المقاول، كل فريق بيشتغل بيعمل بمعزل عن الآخر. كل فريق موجود في مكان وبيتبادلوا العمل فيما بينهم بالطرق التقليدية، سواء بإرسال مخططات بعد طباعتها بالشحن. وبالتالي الكلام ده بيأثر بشكل كبير على الإنتاجية وبيستهلك وقت كبير وتكاليف إضافية، بتطلع لي تكاليف ما كانتش متوقعة. بيحصل في احتماليات كبيرة لأن المشاريع بتتأخر. كل الكلام ده غير صديق للبيئة، بيأثر على البيئة بشكل سلبي لأنه بيستهلك كتير من الأوراق وبيصدر غازات كتيرة تأثر على البيئة أثناء عملية الشحن والتنقل بالسيارات بين الأطراف. إيه المشكلة في الكلام ده؟ المشكلة في الكلام ده إن قطاع التشييد بيتواصل فيما بين الأطراف بـ old fashion أو old school way، واللي هي بتساهم بشكل كبير إن هي بتسبب ركود في الصناعة بشكل مقلق جدا. إيه الأسباب اللي بتؤدي أو اللي أدت إلى المشكلة دي؟ إن قطاع التشييد هو أقل قطاع بيستخدم التكنولوجيا في العالم تقريبا. التشييد كمان قطاع التشييد ما بيستغلش او ما بيستثمرش بشكل كافي في المراحل اللي هي قبل عملية التشييد، اللي بيسبب البرودكتيفيتي ان هي بتقل كتير في مشاريع التشييد بالمقارنة لعمليات التصنيع. لو شفنا الشكل اللي عندنا على اليمين، هو زي شكل بياني بيرصد ان حالة التشييد الانتاج او انتاجية الانتاجية بشكل عام في قطاع التشييد او في صناعة التشييد من عام 1964 حتى 2012 تكاد تكون بتقل بنسبة 9%، بينما الصناعات الاخرى الغير زراعية اللي بتعتمد على التصنيع زادت الانتاجية فيها بشكل كبير يصل الى 152%. ده بعض الدراسات بتشير إلى إن الهدر في قطاع التشييد بيصل ل 58%، وده اللي بيكون فيه هدر، بيكون فيه هدر كبير للوقت، في waiting time كبير، وقت انتظار كبير إن هو الناس مستنية المخططات تعتمد أو مستنية الماتيريال تصل أو مستنية المالك مثلا يعتمد الماتيريال. أشياء كتيرة بتصل لنسبة 60% تقريبا من وقت المشروع بيضيع في أنشطة غير منتجة أو لا، يعني ما بتدخلش معايا في البرودكتيفيتي. قطاع التصنيع قلل الكلام ده لنسبة 26%. السبب الرئيسي في ده إن ضعف أو قلة استخدام التكنولوجيا في قطاع التشييد، واللي بيحد ويقلل من تبادل المعلومات الانفورميشن شيرنج بين الاطراف، وده كمان بيؤدي الانتاجية بتقل، لاني لما اكون شغال على
نسخة قديمة مثلا من المخططات، ده بيخلي بيسبب ريورك أو إعادة العمل في الموقع، وبالتالي الإنتاجية بتقل. هستفيد إيه إن أنا أستخدم التكنولوجيا في قطاع التشييد بشكل أكبر من المستخدم حاليا؟ إن أنا هقلل الريسك، أقلل المخاطر المحتملة، هزود الـ ROI، العائد على الأرباح أو العائد على الاستثمار، وهحسن الإنتاجية بشكل كبير. هوفر وقت كبير، هحاول أخفف أو أقلل عملية إعادة العمل، وهحمل المخططات، وهيكون عندي في تحسين للمسؤوليات، كل واحد هيكون عارف الدور والمسؤولية بتاعته، وهحافظ على البيئة بشكل أكبر. الأسلوب المطلوب اتباعه واللي بيتوافق مع تكنولوجيا البيم هو Integrated Project Collaboration. كل الفرق أو كل أطراف المشروع بتتعاون مع بعض، وبتشتغل على ما يسمى ويب بيزد، أو بيكون هوستد على الكلاود. يعني بيكون عندي زي موقع إلكتروني أو سحابة إلكترونية الكل بيتعاون فيها، بتكون مصممة إن هي تستخدم للشيرد يوز، عشان الكل يتشارك ويشتغل فيها مع بعض. بتكون انتجريتد، كل الأطراف موجودة كأنها موجودة على نفس طاولة الاجتماعات أو ترابيزة الاجتماعات، والكل بيكون ليه أكسس على داتا المشروع، وبالتالي بحصل على تأخيرات أقل وتكاليف أقل، والمشاريع هتكون صديقة أكتر للبيئة، كمان اللي هحصل على كواليتي أعلى للمشروع. الكولابوريشن بيوفر حاجات كتيرة، بيوفر تيم وورك، وبيوفر تراست، وبيوفر انسبيريشن واكستشينج، الناس تتبادل فيما بينها، ويوفر كمان اسيست وسبورت وسكسيس وشير فيما بين كل الأطراف. ده بشكل سريع مفهوم الكولابوريشن. الانتجريتد بروجكت ديليفري هو مهتم بشكل كبير بتحسين عملية البرودكتيفيتي، وده من خلال ان الاونر يكون مشترك في الموضوع، ومن خلال انتجريتد بروجكت ستراكشر، من خلال اوبن انفورميشن شيرينج، ومن خلال الفيرتشوال بيلتنج موديلز واللي بيوفروا البيم بشكل كبير. بشكل مبسط كده ده الكيرف المستخدم اللي بيوضح تأثير البيم على العملية التقليدية. لو شفنا الكيرف الأزرق ده اللي هو رقم واحد، هو القدرة على التأثير على الكوست. في بداية المشروع بتكون عالية، ممكن أقدر أتحكم في الكوست بشكل كبير، ونهاية المشروع بيتقل معايا. الكيرف التاني رقم اتنين اللي هو الكوست اوف ديزاين تشينج، تكلفة تغيير التصميم. في البداية ما بخسرش كتير لو غيرت التصميم من البداية، بينما في نهاية المشروع تكلفة التصميم بتكون عالية جدا لو محتاج أغير حاجة في التصميم. الكيرف الأسود اللي هو رقم ثلاثة، الكيرف ده اللي بيمثل عملية التراديشنال ديزاين بروسيس، العملية التقليدية للتصميم، بتكون أعلى، المجهود بيكون أعلى في عملية السي دي أو الكونستراكشن دوكيومنتيشن. الفكره بتاعه البيم او الانتجريتد بروجكت ديليفري هو ان هو بيسحب الكيرف ده كله قدام شويه، بحيث انه المجهود اللي بناخده هنا والوقت اللي بنستهلكه هنا في عمليه وقت عمليه التشييد لعمل construction documentation يكون هنا، يكون في السكيماتيك ديزاين شويه، او بين السكيماتيك ديزاين والديزاين ديفلوبمنت، وبالتالي هنقلل الوقت كبير، الوقت الانتظار اللي بيضيعه، 60% اللي بيضيعه عندي عشان استنى المخططات تعتمد والماتيريال تعتمد وهكذا. لا، الكلام ده هيحصل بدري قدام شوية، وبالتالي الانتاجية بتاعتي هتزيد وهتتحسن بشكل كبير. البيم كونسبت سريعا، والكلاود بينيفيتس. البيم ببساطة هو ان انا بيكون عندي سمارت كومبوزيشن للاوبجكت والانفورميشن. فكرة الانفورميشن بتديني قوة بشكل كبير لاتخاذ القرارات. لازم يكون عندي موديل وداتا عشان يكون عندي موديل بيم. الموديل لوحده 3D مش هقدر استفيد منه بشكل كبير غير لو معاه داتا وانفورميشن. بيكون عندي انتجريتد داتا موديل، مكان واحد بيكون عندي فيه كل حاجة، الدروينج والمواصفات التقارير والسبيكس المواصفات والريبورتس والموديلز،
بقدر احصل على كل اللي انا عايزه في مكان واحد. ده البيم بشكل مبسط هي عملية مشاركة المعلومات حول البناء، وده اللي بحصل عليه عن طريق تطبيق خطة تنفيذ البيم باستخدام ما يسمى بالCDE أو Common Data Environment. البيم تولز والكلاود سوليوشن البيم بيخلي كل شخص في المشروع يقدر يوصل للداتا، لكل البروجكت داتا في أي وقت ومن أي مكان من خلال Common Data Environment. الكومن داتا انفيرومنت تقدر توفر لي سواء جرافيكال داتا 2D او 3D او نون جرافيكال داتا او دوكيمنت كلها في مكان واحد. الكلاود او البيم بلاتفورم هي بتكون كلاود بيزد، يعني سحابة الكترونية او موقع الكتروني او منصة، مكان واحد بيجمع لي فيه كل ما يخص المشروع، وكل الاشخاص بتقدر توصل للمكان ده من اي جهاز. اقدر اتحكم في مين اللي هيقدر يوصل للمشروع بتاعي. والكلاود دي نقدر نحمل عليها different file formats، يعني سواء اوتوكاد، PDF، ريفيت، وورد، واكسل، كل الملفات اللي احنا عايزينها بتكون عندنا في الكلاود دي من غير ما احتاج. يعني انا على الكلاود بقدر افتح ملف اوتوكاد من غير ما يكون عندي اوتوكاد على الموبايل مثلا او ريفيت على الموبايل، بقدر افتح الحاجات دي على الكلاود على طول. ففي انتجريشن مع ال 3D بيم موديل فيور. البيم بيعتني بشكل كبير او ببساطة هو ان هو عملية مشاركة المعلومات و working together، كل الناس تشتغل مع بعض ومشاركة المعلومات مع بعض، وده لازم إن يمكنني ان انا احصل على المعلومة الصحيحة في الشكل الصحيح من الشخص الصحيح وفي الوقت الصحيح. كونكتد بيم ده هيمثل لنا شكل الكلاود اللي انا بقدر احصل منها على one single source of truth، مكان واحد بس للمعلومات، ما يكونش جزء المعلومات موزع بين الاشخاص، وبالتالي ما بتكونش عارف انهي نسخة صحيحة عند انهي شخص. انما لما يكون كل المعلومات عندي في مكان واحد، وبالتالي هنضمن ان كل المعلومة اللي عند كل الاشخاص هي معلومة صحيحة، وكل المعلومات اللي عند الناس كلها نفس المعلومة. اقدر احصل على decision making بيسهل لي بشكل كبير بالاعتماد على الديب اناليتكس، على التقارير والبيانات والتحليلات اللي بتتم على الكلاود. الكلاود بتديني ميزة كبيرة هي الكولابوريشن بين الاقسام، وفي الريال تايم ان في نفس الوقت بالظبط كل الاقسام شغالة على نفس المشروع ونفس الملفات، وبالتالي الكولابوريشن متوفر بشكل ممتاز في الكلاود. الكلاود بتقدر تخليني اعمل اكسس للبروجكت من اي وقت وفي اي وقت ومن اي جهاز وفي اي مكان. بيكون فيها الكمبيوتيشنال اكسلريتد بشكل كبير، وبالتالي اقدر احصل على سواء فيجوال رياليتي او اوجمنتد رياليتي. ده كان بشكل مبسط فكرة الكلاود. طب الكلام ده هيساعدني في ايه في المشروع بتاعي او في طريقة الشغل؟ هي فكرة مهمة جدا انه نقدر نحصل على سواء مثلا المخططات او المواصفات من اي مكان، مش لازم الكمبيوتر اللي موجود في مقر الشركة او كذا، تقدر تدخل عليه من تليفونك او من التابلت او من اللابتوب وفي اي مكان وفي اي وقت. البرامج دي بتديني ميزة كبيرة جدا ان هي بتقدر تقارن بين المخططات وتفهم المخططات، فتقدر تقارن بين النسخ، التقديمة الاولى والتقديمة الثانية والتقديمة الثالثة، وتقدر تقارن ما بينهم، وتقدر تتحكم في الاشخاص اللي متاح ليهم يوصلوا الملفات دي، ونقدر ندي سماحيات وادوار ومسؤوليات للاشخاص. في دراسات بتقول ان 55% من construction rework، عمليات اعادة العمل في الموقع، بتكون بسبب ان الناس ما بتشتغلش على نسخة صحيحة من المخططات، وبالتالي هقدر استفيد من المميزات دي في تحسين او تلافي عملية إعادة العمل.
ريال تايم دروينج مارك اب هي ان اي تغييرات او اي اضافات او ملاحظات بتكون في الوقت نفسه، يعني لما بنعمل كلاود على حاجه او بنحط ملاحظه الكل شايف الكلام ده في نفس الوقت، في الوقت بالظبط، مش زي الطرق التقليديه لما بنطبع مخططات وبتاخد وقت في نسخها وبعدين نوصلها ونبعت المواقع، وخاصه المواقع لو بعيده شويه فبالتالي الكلام ده كله بياخد وقت، بينما هنا لا، اي تعديلات على طول بتحصل في نفس الوقت. الكلام ده بيديني صورة أكبر للمشروع وبيمكنني إن أنا أعمل أتعقب المشاكل، وفي إمكانيات كبيرة إني أمانج الـ RFI والسبميتال وأعمل كومبون، وبيكون في كسب مشترك لكل الناس. بقدر أحصل على المخططات أو الرسومات 2D أو 3D في الموقع نفسه، وبالتالي دي ميزة كبيرة ما كانتش متاحة بالطرق التقليدية. لو هنتكلم على الأوتوديسك كونستراكشن كلاود، فالكلاود اللي عملته مؤخرا شركة أوتوديسك ولسه شغالة على تطويره، هو بيمكنني إن أنا أستخدم كل التطبيقات اللازمة في مراحل المشروع المختلفة، مرحلة الديزاين، مرحلة البلان، مرحلة البيلد، ومرحلة الأوبريت. في مرحلة الديزاين بتوفر لي حلول كتيرة في عملية مشاركة الديزاين بين أو الديزاين كولابوريشن بين التيمز المختلفة، وفي مرحلة البلان أقدر أعمل كوردينيشن وكوانت تيك أوف وبيدنج كواليفيكيشن والكوردينيشن. في مرحلة البيلد أقدر أعمل إدارة المشروع، وأقدر أعمل مشاركة للفيلد وأربط المكتب بالموقع، وأقدر أتحكم في الكواليتي والسيفتي والكوست كنترول، ويدخل معايا الكوميشنينج في مرحلة التنفيذ. في مرحلة الأوبريشن في تطبيقات برضو في الكلاود بتسهل لي الفاسيلتي مانجمنت والأسيت لايف سايكل من خلال 4 تطبيقات. برنامج أسمبلي بيكون ليه مميزات كبيرة في الورك فلو والديزاين ريفيو والكوانتي تيك اوف، حصر الكميات والاستيميتنج والسكادجول مانجمنت. برنامج بيم 360 طبعا ليه اكتر من تطبيق او اكتر من جزء هنتكلم عليه كمان شوية ان شاء الله، وده بيمكن ان البروجكت تيم يتواصلوا مع بعض، وبيخليني بيساعد في تقليل المخاطر وبيحسن الكواليتي، بيساعد على تسليم المشاريع في الوقت المحدد ليها والبادجت أو الميزانية المخصصة لها. برنامج بيلدين كونكتد بيوفر فكرة مهمة جدا، وهو إنه بيوفر زي شبكة تواصل بين المقاولين ومزودي الخدمات والسبلاير، بحيث ان هو ممكن يتم من خلاله سند انفيتيشن ل تو بي بيد عشان الناس تقدر تقدم على عطاءات من خلالها، وبعض الشركات تقدر تعمل كواليفاي للفيندورز وتعمل تراك للاوبورتونيتيز الموجودة عشان تقدر تختار الشخص المناسب ان هو ينفذ الخاصية دي. بمعنى ابسط ان هو بيكون شبكة الكل يقدر يدخل فيها يشوف ايه الشغل المطلوب، مثلا شركة كبيرة او مين كونتراكتور عنده مثلا محتاج سبلاير الابواب والشبابيك وكذا وكده، فيقدر كل الناس المهتمة بالمجال تشوف ان في شغل متاح بالمواصفات دي ويقدروا يقدموا عليه، وبالتالي يكون في شبكة بتوفر التواصل من خلالها لتقديم العطاءات. آخر تطبيق في الكلاود أو التطبيق الرابع اللي هو البلان جريد، وهو برنامج سهل وبسيط وبيقدم تطبيقات مهمة جدا بتمكن إن المشاركة بشكل فعال جدا بين التيم، وبيوفر لي ميزة إن أنا أقدر أعمل ريكورد ست من أي ديفايس، وبالتالي أقدر أوفر المخططات النهائية أو الأزبلت لي عشان تستخدم في الفاسيلتي مانجمنت. لو هنتكلم على الأسمبلي بشكل سريع اللي هو يعتبر أحد مكونات الكلاود، فهو
هيكون في تواصل بينه وبين البيم انستنت اكسس، بحيث ان هو يكون في زي ترابط ما بينهم انستنت اكسس للكوانتيتيز للكميات، وهيكون ريال تايم بروجكت ابديتس، كل التحديثات الخاصة بالمشروع هتكون في موجودة بشكل لحظي او بشكل تلقائي، وبالتالي هو هيقدم مميزات كبيرة جدا في تخطيط المشروع والحصر ومتابعة المشروع والكميات وهكذا. البيلدينج كونكتد هو بيساعد او بيقدم شبكة عشان نقدر نحصل على البيست سب كونتراكتور للمناسب للمشروع بتاعي، واقدر اعمل كواليفاي للسب كونتراكتور، وبالتالي اقدر امانج الريسك، وهيكون عندي سنترلايز بيد وكولابوريشن في الريال تايم. لو مثلا ده هيكون الداشبورد بتاعي، دي هتكون كل الاوبورتونيتيز المتاحة للشركات ان هي تقدم عليها، وبالتالي هيكون عندي شبكة متميزة جدا هتساعد في تقديم العطاءات والتقديم على الشغل المتاح، وبالتالي دي هتكون ميزة كبيرة جدا بدل من استخدام الطرق التقليدية في الحصول على سبلاير او فيندورز. البلان جريد هيمكنني من ان كل شخص في المشروع يكون شايف احدث نسخة من المخططات، ريفيجن 3 ريفيجن 2، اخر نسخة هي دايما هي اللي هتكون ظاهرة، نقدر من خلاله ندخل على اكسس للموديل بروبرتس من اي مكان وفي اي وقت، نقدر طبعا نعمل بابلش للشيتس في وقت قليل جدا ونوزعها وتكون عند كل التيم وكل الكلاود اللي موجودة، او الصور او التقارير موجودة عند الكل في نفس الوقت، وبالتالي هيمكنني كمان ان انا اقدر اعمل تيرن اوفر من غير ما افقد اي داتا، وده عن طريق الميزة فيه بتخليني اقدر اعمل جنريت للاسبلت بشكل دقيق و كومبريهنسيف، هيكون اب تو ديت واكيوريت، وهيكون شامل لكل البروجكت داتا، بيصدر عندي بالملفات دي، ده عملية تصدير، بيصدر فولدر للشيتس للمخططات المشروع كلها، فولدر تاني للفوتوز الخاصة بالمشروع كلها، فولدر للفيلد روبورت، فولدر للدوكيمنت، كل الفولدرات دي برضو في بيكون ما بينهم انتراكتيف هايبر لينك، يعني بحيث لو في صور مربوطة ومتوضح مكانها في المساقط او ارفايات او تعديلات، كل الكلام ده بيكون موجود عندي لايف، وبالتالي هيكون عندي انتراكتيف اسبيلت، وهيساعدني بشكل كبير في عمليات الاوبريشن والفاسيلتي مانجمنت. البيم 360 النسخة النكست جنريشن، بيم 360 عبارة عن منصة، هي حاليا منصة او كلاود ليها عدة اقسام، كان بقى لها فترة كلاسيك برودكتس، كان كل برودكت لوحده، بس حاليا اصبحت منصة واحدة بتقدم عدة خيارات او عدة تطبيقات. البيم 360 ديزاين بيمكنني ان انا اقدر اعمل كلاود ورك شيرنج وديزاين كولابوريشن، الجلو بيمكنني ان انا اقدر اعمل الموديل كوردينيشن، تنسيق ما بين الاقسام المختلفه، والبيم 360 بيلد بيمكنني من الفيلد مانجمنت والبروجكت مانجمنت والانسايت التقارير والداشبورد، كل ده في مكان واحد مع البيم 360 دوكيومنت الخاص بالدوكيومنت مانجمنت، مع جزء الادمنستريشن سواء الاكونت ادمن او البروجكت ادمن. في اكتر من موديول في المنصه بتاعه البيم 360 او الكلاود، موديول خاص بالدوكيومنت مانجمنت والبروجكت مانجمنت والكوست مانجمنت والديزاين كولابوريشن والموديل كوردينيشن والفيلد مانجمنت والانسايت، كل ده موجود عندي في مكان واحد بشكل برنامج اختار من هنا، ده بيطلع لي كل يعني مثلا اتخيل ان ده مثلا صفحة ويب، وفي عندي كل القصص دي مربوطة بنفس المكان، فأقدر أدخل على التخصص اللي أنا عايزه من كل من مكان واحد بس، وبالتالي هما في نفس السيم بلاتفورم كلهم مرتبطين ببعض،
وكل حاجة بتكون مخزنة في نفس المكان. هنتكلم بشكل مفصل أكتر عن البيم 360 Document. بيم 360 أقدر أستخدمه من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان، بيوفر لي إمكانية إن أنا أحفظ عليه كل مخططات المشروع لكل الأقسام، بتكون ظاهر عندي بالريفيجن الأخير، المخططات كلها مربوطة ببعض، ولو عندي ال 3 موديل أقدر أختار الكاتيجوري اللي أنا عايز أظهره، وأقدر أدي بيرميشن سماحيات مين يقدر يشوف الملفات، ملفات معينة من على التابلت. كل حاجة مربوطة، أقدر أعمل كومبير بين نسختين مخططات عشان أشوف الفرق، وأقدر أقارن بين مخططين أشوف إيه اللي حصل عليهم، أقدر أعمل ماركب، أقدر أعمل إيشو لو في مشكلة هنا، أحدد إيه هي المشكلة دي، ويكون في مشاركة بين الأطراف كلها. الإيشو بتحدد لي في المكان ده سواء في 3D أو 3D، وهنا بيوضح المقارنة بين التغييرات اللي حصلت على التصميم، وبيديني كل حاجة لون، اللي اتعدل بلون كذا، واللي اتحذف بلون كذا، واللي اتغير بلون كذا. مميزات بيم 360، اقدر اعمل ميجر سواء عندي في 2D او 3D، يعني لو عندي حتى ملف PDF اقدر اقيس من عليه، او ملف اوتوكاد سواء حتى سواء من على الموبايل. كل الحاجات دي متاحة، مش لازم يكون عندي على الموبايل اوتوكاد او ريفيت، لا، على الكلاود نفسها او البيم 360 دوكمنت بقدر استفيد بالمميزات دي في 2D او 3D. الهايبر لينكس هو خاصية مهمة جدا بتربط لي كل المخطط ببعض، وهي اوتوماتيك في المخططات، فلو عندي ضغطت هنا على القطاع ده هيوديني على القطاع على طول، او على الواجهة هيدخلني على واجهة داخلية، وهكذا كل المخططات تكون مربوطة ببعض. ولو عندي هنا مثلا في مشكلة، فالمشكلة دي توصيفها هنا، ايه التوصيف بتاعها، مين الشخص المسؤول عنها، ايه الاكتيفيتي اللي اتاخد عليها، ايه الاتاتشمنت، يكون في زي شات بين الاشخاص على الموضوع ده، وبالتالي نقدر نعمل مشاركة ونشتغل مع بعض على نفس المكان ونكون كلنا في نفس الصورة. أقدر أعمل 2D و3D ماركب سواء في 2D أو 3D، وأكتب توصيفات بحيث إن الأشخاص كلها كلنا نبقى عارفين إيه المشكلة هنا، ونقدر يكون في كومنتات ونشتغل مع بعض على الحتة دي. نقدر نعمل فيرجن كنترول بناء، لو اللوحة بنفس الاسم فهو بيخزن كل تقديم اترفع امتى او اتسجل امتى ومين اللي رفعه، وبآخر نسخة بيقول لي ان هي الكارنت، وبالتالي التطبيقات دي بتقدر تعرف الهيستوري بتاع الفيرجن، وتقارن لي ما بين نسختين، تقول لي هنا اللي باللون الاخضر ده ادد، اللي باللون الاحمر ده ريموفد، اللي باللون الاصفر موديفايد. فبالتالي نقدر التيم ووركس تقدر كلها تكون متابعة وشغالة مع بعض على نفس الايشوز دي كلها. الايشوز اللي باللون الأصفر هي فبتكون حاجات لسه مفتوحة، واللي بالأزرق دي بتكون حاجات اتجاوبت و اتحلت المشاكل اللي فيها. البيم 360 دوكيمنت هي تطبيق مهم جدا ليه، عشان نقدر نحفظ فيه المخططات بتاعتنا ونشتغل مع بعض عليها، ويكون مكان واحد للجميع يقدر يحصل فيه على البيانات المشروع من خلال الديسكتوب كونكتور، أداة بتمكنني إن أنا أي درايف عندي أو أي فولدر على الكمبيوتر يكون سينكرونايزد مع البيم 360. ده شكل الموقع، وده شكل فولدر عندي في الكمبيوتر، فبالتالي كل الملفات اللي هنا هتكون هنا، وأي تعديل هيتم بين الاتنين. ميزة مهمة جدا، لما أرفع المخططات عندي على البيم 360 بيعمل لها OCR، بيقدر يتعرف على اسم اللوحات وأرقامها، يعني أنا لو رفعت ملف واحد فيه 50 أو 100 لوحة ما بقعدش أسمي كل لوحة باسمها، هو الموقع نفسه بيعرف، أنت بتقول له التايتل بلوك مكانه هنا، اسم اللوحة هنا ورقم اللوحة هنا، وبالتالي هو يقدر يعرف كل لوحة اسمها ايه ورقمها ايه وينزلها على الموقع اوتوماتيك. واقدر اعمل لكل فولدر من الفولدرات دي بيرميشن سواء للاشخاص او الشركات.
هنا الشكل أوضح شوية للمقارنة بين اللوح لل 2D drawing. بنختار لوحة معينة ريفيجن من هنا، وسواء نفس الاسم أو اسم تاني الريفيجن التاني، ونعمل كومبير ما بينهم ويجيب لي المقارنة ما بينهم. بعض البرامج بتدي اللون، اللوحة دي لون أزرق واللوحة دي لون أحمر، وبالتالي أقدر أعرف إيه اللي حصل بينهم، أو أقدر أقارن الملفات 3D. باخد برضو ملفين بيديني الادد بلون، البلون اخضر والريموفد بلون احمر والموديفايد بلون يلو، وبالتالي اقدر اعرف ايه التعديلات اللي حصلت عليها. فهيكون عندي وعي او معرفة بايه اللي حصل على الملف من ريفيجن لريفيجن تاني. اقدر اعمل من خلال السبليت سكرين للفيو استعرض ال 2D وال 3D مع بعض للعنصر في ال 2D وال 3D مع بعض. وده الديسكتوب كونكتور اللي اتكلمنا عليه، ده الكمبيوتر عندي، وال في الموقع او على الكلاود بيكون بالشكل ده. الملفين ده هما نفس الملفين اللي هنا، لو حذفتهم من هنا تحذفهم من هنا والعكس. ده شكل البرنامج بتفصيل اكتر شوية. من هنا اقدر يكون عندي اختار المشروع بتاعي، يعني ده لو اكاونت للشركة كلها بيكون نختار المشروع اللي هنشتغل عليه. ومن هنا اللي استعرضناه في الاول نقدر نستعرض من هنا الموديول سيلكتور، لو عايزين ندخل على الكوست او الفيلد مانجمنت او الكوردينيشن بيظهر لي من هنا قائمة نختار التخصص اللي هندخل عليه. ومن هنا بتكون ملفات المشروع سواء في البلاند او البروجكت فايلز، هنتكلم كمان شوية عن الفرق بين الاتنين دول. من هنا البروجكت سيلكتور، وفي هنا السيتس، وهي زي الباكج كده بحدد كل مجموعة خطوط ارفعهم دي تابعة لانهي ستة او انهي ريفيجن او دي شوب درون ولا ازبلت وهكذا. البلانز بقدر ارفع فيها الملفات اللي عندي والبروجكت فايلز. ومن هنا في ثلاث اشياء، الفولدرز اللي بنقدر نتحكم فيها في الدوكيمنت مانجمنت، والريفيو بنقدر نستخدمها في ان احنا نشتغل مع بعض بحيث ان هي عمليات الريفيو او عمليات المراجعة نقدر نظبط السيتنج بتاعتها من هنا. والايشوز اللي هي بنحط الملاحظات على المخطط او بنحدد مشكلة في المكان ده ونكتب عنها التقرير ويكون في مشاركة مع بعض. نقدر نعمل سيرش على اي دوكمنت احنا عايزينه، وبيكون عندي دوكمنت لوج، وبيكون عندي بابليش لوج، وبتكون عندي البروجكت فايلز. يعني اقدر اعمل اي فولدر من هنا او اغير اسمه او اعمل ابلود او اعمل شير لو عايز ابعته، او لو عايز اضيف اتريبيوت او انظمهم او ادي سماحيات بيرميشنز او احدد لهم التايتل بلوك او اعمل سبسكرايب. سبسكرايب هو ميزة بتخليني اشترك في الملف ده بحيث ان هو اي تعديل او اي حد يرفع ملف في الجزء ده بيبعت لي ايميل بحيث ان انا اكون دايما متابع موضوع معين. في عندي جزئين، البلانز او البروجكت فايلز. البلان هي بتسبورت اونلي البي دي اف والريفت والدي دبليو جي، وبتستخدم تقنية الاو سي ار اللي اتكلمنا عليها عشان تعمل اكستراكت للشيت انفورميشن، وتقدر تتعرف بشكل اوتوماتيك على رقم اللوحة واسم اللوحة. بنرفع في البلانز مخططات التشييد والشوب درونج والمودلز، وبتكون فيها ميزة ان هي بتعمل اوتوماتيك ديتيل كول اوت هايبر لينك. في ال2 دي اللي استعرضناها من شوية ان هي تربط المخططات ببعض. في البروجكت فايلز هي بتسبورت كل الفايلز، او لو هنرفع ملف بي دي اف بيكون هنا بس صفحة، كل صفحة في ملف، انما هنا ملف ممكن يكون متعدد الصفحات. وهنا نقدر نحط صور وسبيسيفيكيشن والدوكيمنت وريبورتس وسكيدجول ومانوالز، كل الاشياء اللي احنا عايزينها بنحطها في البروجكت فايلز. البروجكت ابروفال اللي اتكلمنا عليه ده بنقدر نحدد طريقة المراجعة او طريقة الشغل ما بيننا هتكون ازاي. وليكن مثلا
لو الرسام هيبعتها للمهندس والمهندس يراجعها ويدي عليها اوكي ويبعتها مثلا لمدير المكتب الفني وهكذا، او لو المقاول هيبعتها للاستشاري وهكذا، او يمكن برضو من جزء تاني في جزء يعني البيم بيخليني فيه اقدر اتمكن من السبميتالز بشكل اكبر. فهنا جزء الريفيو بيحدد لي البروجريس، بيحدد لي الريفيور الاولاني هيكون مين، الريفيور التاني هيكون مين، ومين اللي هيدي الابروفال في الاخر. فكل واحد هنا بيكون عارف دوره ومسؤوليته، وكل واحد لازم يعمل الجزء اللي عليه عشان الموضوع يروح للشخص اللي بعده. فبالتالي نقدر كل ملف ان الشخص اللي بيراجعه يدي ابروفال او يدي ريجكت ويكتب الملاحظات عليه ويبعتها للشخص المسؤول عنها، وبالتالي هيكون في برضو محادثة مسجلة او زي شات الكل يكتب ملاحظاته، وبالتالي تكون عملية الكولابوريشن والناس تشتغل مع بعض على الحاجة بشكل مظبوط. ده اللي اتكلمنا عليه، السبسكرايب لأي فولدر عشان يكون متابع كل اللي بيحصل على الملف ده، سواء بيترفع فيه ملفات جديدة او بتتغير او بيتعمل عليه تحديث. اتكلم بشكل مفصل اكتر عن ازاي نستخدم بيم 360 دوكيومنت. اول حاجة عشان نرفع الملفات هي بسيطة جدا، من خلال البوتن تبع ابلود بنعمل ابلود للفايلز فبتترفع على طول، او بنشد الملفات نعمل لها دراج ونحطها بتتحمل على طول. بعمل دوكيمنت سيت عشان احدد الملفات اللي انا هحطها دي تبع باكج معينة او سيت معينة او لأ. كمان بقدر اضيف الممبرز من خلال البروجكت ادمن جزء الممبرز او الكومبانيز، فبقدر اضيف عدة اشخاص، بكتب الايميل هنا واحدد كل شخص شركته ايه والرول بتاعه ايه، وهيكون ليه اكسس على ايه، ليه اكسس على الفيلد مانجمنت ولا الدوكيومنت مانجمنت ولا على الكوست. فكل شخص بنحدد له من هنا هو هيكون ايه اللي يظهر له من التخصصات الموجودة كلها عندي. البرميشن او السيتنج برميشن ان انا اقدر ادي لكل ملف ادي له سيتنج معينه او برميشن معينه، مين يقدر يشوفه، مين يقدر يعدل فيه، مين يقدر مين ما يشوفوش كمان، ومن خلال الرول او الكمباني. ودي بشكل مهم جدا بحيث ان انا لو عايز ملف معين شركه كامله ما تشوفوش، مش هقعد اعمل كده لكل شخص، لا انا هخلي الشركه دي كلها ما تشوفش الملف ده، وبالتالي الموضوع عندي هيكون مرتب ومنظم. اكتر حاجة ممكن تقابلكم في موضوع رفع الملفات هي ان هو موضوع الـ OCR. لما بنيجي نرفع الملفات بتاعتنا، لو هنقول له نو تمبلت هنحدد بس المكان بتاع التايتل بلوك فين، بنحدد هنا المكان ده كله بتاع التايتل بلوك عن طريق يعني بختار هنا ديفاين، وبعدين اعمل ايمج كروب، وبعدين احدد المكان ده كله. هيجيب لي هدي اسم للتايتل للتمبلت، وبعدين بيسألني هنا عن نمبر، هحدد له النمبر، بس بعمل له رقم هنا اوتوماتيك بيجيبه، والتايتل بحدد له هنا على المكان ده، وبالتالي هو بيتعرف عليه لوحده وبيعمل كل الكلام ده لباقي اللوحات، انا مش مضطر اعمله لكل لوحة لوحده. هندخل على البلان جريد بشكل سريع. البلان جريد بقدر من خلالها اعمل فوتوز ومارك ابس، ده على الهاتف او على التطبيق. بحط في البلان صورة مثلا معينة، اقول ان المكان ده فيه مشكلة، لو هنربط الموقع يعني لو كتطبيق للموقع بتحس المكان ده هيكون ظاهر عندي على البلان الصورة دي، واكتب ايه المشكلة فيها وهكذا. اقدر اقارن بين لوحتين، اختار لوحتين مختلفتين، وهيعمل لي واحدة بلون ازرق وواحدة بلون احمر، وبالتالي اقدر اعرف ايه اللي ما بينهم. الفيرجن كنترول كمان لو فتحت نسخة قديمة هيقول ان هي النسخة دي قديمة، ودايما بيكون فاتح لي على النسخة الاحدث، وبالتالي مش هيحصل اي لخبطة في الموقع عند التنفيذ انه ينفذ على مخطط قديم. الهايبر لينك ده هنا مثال عليه، انه اقدر افتح قطاع من هنا على طول، جاب لي لوحة القطاع، وبالتالي اقدر اروح يعمل لي جامب على الشيت دي.
بانش ليست لو في مشكلة معينة بحط صورة هنا في البلان واكتب عنها تقرير، لو في مشكلة في الموقع مثلا او مشكلة في المكان ده احدد نوعها واحدد الشخص المسؤول عنها واعمل اعدلها شخص معين يتابعها، احدد له الوقت المطلوب ولو في كوست امباكت على الكلام ده، وهيكون في محادثة هنا هيقول لي ان انا خلصت وهكذا. نقدر نعمل سينكرونايز مع التيم بمجرد ان احنا نعمل اي تعديل ونشاركه مع الببلش تو بروجكت، هيكون كده ظاهر عند كل الناس. الفيلد مانجمنت بلاتفورم هي تطبيق برضو بيعتمد على الكلاود بس خارج كلاود اوتوديسك، بيمكنني برضو ان انا اربط الموقع بالمكتب، وفي مميزات جميلة جدا اقدر برضو من خلال اي جهاز افتح المخططات، ولو في ملاحظات بكتبها وبكتب نوتس وبدي انوتيشن، وبقدر اعمل تاسكات، والتاسكات دي حاجة متميزة جدا ونقدر نستخدمها عن طريق العمل عن بعد، ان احنا ندي تاسكات للاشخاص بتاعتنا، ندي له مثلا لكل شخص نحدد له ايه البريورتي الاولاني بتاعه والبريورتي التاني والبريورتي التالت، والشخص ده لما يخلص البريورتي بتاعته بيعمل ان هي كومبليت، وبالتالي انا بعرف ان هي كومبليت وراجعها، ولو اوكي بعمل لها ان هي فيرفايد وبالتالي يكون الموضوع خلص. فاقدر استخدم التاسكات في متابعة العمل مع التيم بتاعي، او اقدر استخدمه في استخدامات كتيرة، حتى لو في الموقع بحدد التخصص بتاعه واربط الجدول الزمني، بيديني شكل التاسكات دي على الجدول الزمني عامل ايه، وبالتالي اقدر اعرف النهاردة كل التاسكات دي عندي كده لكل التخصصات. اقدر اعمل جنريت ريبورت لحالة الشغل عندي، اقدر اعمل تقارير يومية او تقارير فحص او استفسار عن معلومات او تايم شيت او سيفتي اوديت او التايم اند ماتيريال تاجز. ده من خلال تطبيق الفيلد واير على الايباد، تظهر عندي المخططات كلها اقدر اصفحها، كلنا نشتغل على نفس النسخة. هنا بيقول لي ان النسخة دي قديمة، وبالتالي هو دايما هيكون فاتح لي احدث نسخة واقدر اقارن بين النسخ المختلفة. هنا لو في تعديل بنعمله على المخطط بيظهر عند الكل. هنا مثلا انا محتاج ادي نوت ان هنا في تغيير او في RFI اقدر ارفقه هنا، وهنا لو عايز المخططات كلها مربوطة ببعض هنا هحط ملف مثلا واسميه RFI واعمل كلاود عليه، بحيث ان احنا نقدر كده كلنا كده التيم كله شايفه خلاص، فبالتالي نقدر نحط ملاحظات، او لو نستخدمه في العمل عن بعد ان احنا مثلا المهندسين بيراجعوا على اللوحات للمهندسين التانيين او الرسامين، وبالتالي نقدر نستخدم الكلام ده بشكل فعال جدا. هنا الجزء التاسكات بقدر اشوف عندي كل تخصص ايه التاسكات الموجودة عنده، واقدر اتحكم في ان اتحول البريورتي من بريورتي 1 لبريورتي 2، والكمبليتد اعملها فيرفايد، وعلى كل يوم اقدر احط تاسكات معينة، وبالتالي اقدر اتابع كل التاسكات واتابع الانتاجية بشكل متميز جدا. التاسكات طبعا ليها استخدامات كتير، وكل تاسك بقدر اعمل معاه تشيك ليست، بحيث ان انا مثلا اعمل اساين لشخص معين على اقول له في مشكلة في المكان ده واحط له المكان ده فين في البلان، وادي له البريوريتي اقول له دي اولوية اولى بالنسبة لك او اولوية تانية او اولوية تالتة والتخصص بتاعها كذا والشخص المسؤول عنها كذا ومكانها كذا مكانها كذا في الموقع، وهتكون هنا بالظبط، وهتبتدي النهارده وتخلصها مثلا في يوم او يومين، وهتكلف كذا لو ليها تكلفة او لو ليها تأثير على الجدول الزمني. وهنا بيكون محادثة شات ما بيننا، ده فوري بكتب انا اي حاجة وهو بيجي يرد عليا يقول لي مثلا بيسأل عن حاجة، والشخص المسؤول عنها ده لما بيقول لي مثلا انا خلصت وبيعدلها من هنا ان هي completed، فبيتبعت لي برضو نوتيفيكيشن او رسالة على التطبيق على الجوال او على ال او بالايميل ان هو الشخص ده خلص التاسك اللي هو شغال عليه، وبالتالي انا بدخل اشوفه لو اوكي بعمله ان هو فيرفايد وخلاص، بيبقى فيه لون لكل بريوريتي.
وهنا اقدر احط صور، اقدر احط ملفات، بحيث ان هو الموضوع ده مثلا عن التاسك دي كل شيء ممكن يكون هنا اتاتشمنت ومكانها بالظبط في البلان فين. فبالتالي دي التولز دي بتمكنني بشكل كبير ان انا نقدر نشتغل مع بعض ونتابع التاسكات، والناس المسؤولة عن التيم بتاعها تكون متابعاه وتعرف بقى كل شخص بدأ امتى وخلص امتى، والتاسك ده خد معاه وقت قد ايه، وفي محادثات ما بينهم وصور وبنحط عليها علامات وهكذا، ونقدر نطبق الكلام ده كله سواء في مقاول طالب من الاستشاري يستلم بالطريقة دي، او واحد بيتابع التيم بتاعه، او مقاول رئيسي بيعمل تاسك لمقاول فرعي وهكذا. نقدر نحصل على كل التقارير اللي احنا عايزينها، ايه اللي لسه اوبن، ايه اللي كومبليت، ايه اللي فيرفايد، وايه الوقت المطلوب لانهائها وهكذا. في النهاية حابب أقول كل البرامج ليها مميزات كتيرة، وأيا مكان البرنامج اللي هنستخدمه الكلاود سوليوشن هتساهم بشكل كبير إن هي تقلل الريسك وتزود الـ ROI وتحسن الإنتاجية بشكل كبير جدا. ولازم نحاول دايما نخلي الموضوع بسيط على قد ما نقدر، بحيث ما فيش أي داعي للتعقيد، وبحيث إن كل ما الأمور تكون بسيطة وسهلة كل ما نحصل على نتائج أفضل. شكرا جزيلا لحسن استماعكم ولحضوركم البرزنتيشن، وأتمنى أكون يا رب قدرت أفيدكم، وإن شاء الله نلتقي قريبا في محاضرات أخرى على بيم إريبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.